عايز تعرف عنه ايه بقى؟ ايه الفرق بينه وبين النسخة العادية؟ النسخة البرو والنسخة العادية يعني تقصد؟ تمام. حاجة تانية؟ هو ولا لمباته؟ ده انت جاي تخسرني الشركات بقى خلاص كده؟ ده سؤال أخير، هل هو اقتراح أخير ولا الشركة المنافسة؟ كمان هتخسرني الشركات المنافسة. طب ممكن اقول لهم وجهة نظري وبعدين ارد على كل ده في الاخر؟ ده جهاز الريلمي 5 برو، كنت رجعت الاخ الاصغر ليه، فهتظهر لكم دلوقتي فوق في علامة الاي لو انت مهتم ان انت تشوف موبايل شبه ده في الشكل بس بامكانيات اقل وبسعر بالتاكيد اقل، فشوف المراجعه اللي هتظهر لك دلوقتي في الاي اللي فوق. ودلوقتي قبل ما ارد على كل الاسئله اللي اتسالت دي، خليني انقل لكم تجربتي كامله مع الموبايل ده، وخلونا نبداها كالعاده بالتصميم. التصميم نفسه هو تصميم النسخه الاصغر، ظهره مصنوع من البلاستيك او البوليكربونات زي ما تحب تسميه، طبعا مع لمعه قويه جدا في الظهر واشكال كريستاليه كده ملفته جدا للعين. واضح جدا ان مفيش اي خطط مستقبليه عند اوبو او ريمي لاستبدال البلاستيك ده بازاز، بس كحاجه عمليه في ناس بتفضل بلاستيك عشان لو وقع مش هيحصل له حاجه. اما لو رحنا لوش الجهاز، فهنا الشاشه حجمها 6.3 انش، وده اصغر شويه من شاشه الريلمي 5. هو هيفيدك شويه في حته ان انت لو مسكت الجهاز بايدك هتكون مسكته مريحه جدا وهتقدر تستخدمه بايد واحده، بس في ناس بتحب تشوف المحتوى او تلعب على شاشه اكبر، فهنا الشاشه اصغر شويه من النسخه الاصغر للجهاز ده. بس هنا في حاجتين فارقين جدا عن الريلمي 5. اول حاجه السطوع بتاع الشاشه، سطوع الشاشه هنا اقوى بكتير جدا من اللي موجود في الريلمي 5. والحاجه التانية هنا هي دقه الشاشه اللي بتيجي بفول اتش دي بلس، هناك طبعا كانت اتش دي بلس بس، فالشاشه هنا هتديك حده اكتر بكتير جدا والتفاصيل في اللي انت بتشوفه. كمان المعالج اللي موجود هنا مختلف عن اللي موجود في النسخه الاصغر الريلمي 5، هنا سناب دراجون 712. طيب والموبايل هنا بيجي بنسخه واحده بس في الذاكره الداخليه، وهي 128 جيجا بايت ذاكره داخليه. الذاكره الداخليه هنا فيها حاجه مميزه جدا، وهي نوع الذاكره الداخليه اللي بتيجي من نوع يو اف اس 2.1. مش عايز ادخلكم في تفاصيل تقنيه قوي واتكلم في حته ان اليو اف اس دي ايه وال 2.1 الاصدار ده عامل ازاي، بس كل اللي ممكن اقوله لك انه اليو اف اس 2.1 سريع جدا، وده هيساعد كتير جدا على انك تاخد اداء سلس، ولحد دلوقتي بتستخدم في بعض موبايلات الفلاج شيب. ظهر نوع احدث بس لحد دلوقتي في بعض موبايلات الفلاج شيب بتستخدمها، وده ممكن يديك فكره قد ايه نوع الذاكره الداخليه اللي موجود هنا قوي من حيث السرعه. اما بالنسبه للرام، فالموبايل هنا هينزل بنسختين، النسخه الاولى 4 جيجا بايت رام والنسخه الثانيه 8 جيجا بايت رام. ولو عايز رايي انا شخصيا، بالنسبه لمعظم الناس ممكن اقول حتى 95% من الناس مش هيفرق معاهم 4 جيجا بايت رام من 8 جيجا بايت رام، فوفر فلوسك وخليك في النسخه الاصغر. اما نوع الرام، فنوع الرام هنا برضه مميز زي ما نوع الذاكره الداخليه مميز، وهو ال بي دي دي ار 4 اكس، 7 كلمات. ونوع الرام ده هيديك سرعه اعلى بكتير جدا، وهيساعد كمان في توفير الطاقه، وبيستخدم برضه في الموبايلات الفلاج شيب. فنوع الرام اللي مستخدم هنا مع نوع الذاكره الداخليه بيساعده جدا على ان الموبايل ده يطلع اداء سلس، وده حاصل فعليا في الواقع مش مجرد كلام على الورق. وبالنسبه للالعاب، في ناس اتضايقت من الفتره اللي فاتت ان انا اتكلمت عن كول اوف ديوتي بس وما اتكلمتش عن ببجي، وحسسوني ان انا عملت يعني خيانه عظيمه للوطن. فيا جماعه، ببجي شغاله هنا على اعلى اعدادات وشغاله زي الفل. اما بالنسبه لكول اوف ديوتي، فبقى تعالوا اجربها معاكم وعلى اعلى اعدادات برضو. واعتقد ان واضح جدا من تجربتي مع كول اوف ديوتي ان اللعبه سلسه جدا وعلى اعلى اعدادات. وقال هاردوير هو يمكن العامل الرئيسي في موضوع الالعاب ده، بس مش لازم ننسى دور السوفت وير. وزي ما انتم عارفين رايي دايما ان واجهه المستخدم الكالر او اس الخاصه باوبو سلسه جدا. هنا طبعا عندك الاصدار السادس من كالر او اس، مبنيه على اندرويد 9 مع وعد من ريل مي بالتحديث لاندرويد 10 مع اول السنه الجايه. تعالوا نروح للنقطه اللي بتهم ناس كتير جدا، وبالتاكيد هي
الكاميرات، الموبايل هنا بيجي بأربع كاميرات، وأنا مش من نوع قوي اللي ممكن أكلمك عن الأرقام لأني مقتنع إن الأداء الفعلي أهم من الأرقام. فالأرقام هتظهر لك دلوقتي على الشاشة، بس عندك كاميرا رئيسية وكاميرا للتصوير بزاوية واسعة وكاميرا عشان تصور الأجسام القريبة جدا من جسم الكاميرا، أما الكاميرا الرابعة فهي عشان تساعد الكاميرا الأساسية على العزل. وأداء الكاميرا الرئيسية هنا هو نفسه بالظبط أداء كاميرا أوبو اف 11، ودي نقطة كويسة جدا انك تاخد نفس الكاميرا اللي موجودة في اوبو اف 11 بس بسعر اقل بكتير جدا. ده غير ان عندك كاميرا اضافية مش موجودة في اف 11، والكاميرا دي هي كاميرا التصوير بالزاوية واسعة، ادائها اكيد اقل بشوية من الكاميرا الاساسية بس ستيل هتاخد منها صور مبهرة جدا وبالذات في الاماكن المفتوحة. كمان عندك الكاميرا المسؤولة عن تصوير الاجسام القريبة اللي بتدي اداء معقول نوعا ما، واداء العزل اللي موجود هنا غالبا بيحدد الاطراف بطريقه مظبوطه، وطبعا عندك الوضع اللي بيسمح لك ان انت تزود تشبع الالوان على حسب المشهد اللي موجود قدامك، او ممكن تصور بالوضع العادي اللي هو بيسمح لك ان انت تاخد الوان قريبه جدا للالوان الطبيعيه. والتصوير في الاضاءه المنخفضه هنا معقول، بس لو عايز تكون راضي عنه بشكل افضل استخدم الوضع الليلي اللي بيدي اداء مميز جدا في الاضاءه المنخفضه. طيب تعالوا نروح للكاميرا الاماميه اللي بتيجي ب 16 ميجا بكسل وبتطلع تفاصيل واضحه جدا جدا وحقيقيه، بتعالج اماكن الشادو او الظل اللي بتحصل من الشمس في الوش بصوره كويسه جدا. كمان السكين تون او لون البشره مرضي جدا بالنسبه لي، بس الديناميك رينج محتاج يكون احسن من كده بشويه، يعني في اوقات كتير جدا مناطق كده صغيره بتلسع في الوش او في اللبس اللي انت لابسه، فدي محتاجه تتعالج شويه وممكن تتعالج بابديت في السوفت وير. اما بالنسبه للتصوير في الاضاءه المنخفضه فاقدر اقول عليه ان هو مقبول الى حد كبير. والبطاريه اللي موجوده هنا 4035 ملي امبير، البطاريه دي ادتني في حدود 8 ساعات ونص سكرين اون تايم بدون ملعب، ده ترجمته ممكن يوصل ليوم وربع يوم ونص بس زي ما قلت بدون العاب، وده معدل كويس جدا. بس النقطة الأكثر تميزا من موضوع البطارية هو بالتأكيد نظام الشحن السريع اللي موجود هنا، وهو نظام فوك 3.0. نظام فوك نظام بيشحن ب 20 واط، والمميز فيه أكتر إنه هنا نظام الفوك معتمد على تايب سي، ودي حاجة كنت نفسي أشوفها من زمان جدا من أوبو في الفئة المتوسطة. خلاص اخيرا بقى عندنا تايب سي مع نظام فوك او نظام الشحن السريع الخاص باوبو. وهنا الموبايل شحن معايا في اول 30 دقيقة من 0 ل 50%، وفي اول ساعة شحن 90%، وشحن بالكامل في ساعة وتلت، وده معدل يعتبر مميز بالنسبة للفئة المتوسطة. وزي ما قلت في الفيديو اللي فات ان خلاص كل المراجعات هتكلم فيها عن قوة الشبكة، وزي ما قلت ان الاستوديو هنا الشبكة فيه مش احسن حاجة اطلاقا، فبقدر اتست موضوع الشبكة ده بشكل كويس. وهنا الشبكة زيها زي النسخة الاصغر من الموبايل تمام جدا، ما عنديش اي مشكلة معاها. بالنسبة لصوت السبيكر وصوت سماعة المكالمات الداخلية الاتنين صوتهم عالي، ما قابلتش معاهم اي مشاكل، ونفس الكلام ينطبق على الجي بي اس اللي اداني اداء كويس جدا. وزي ما قلت طالما سناب دراجون او معالج سناب دراجون فهتاخد اداء كويس جدا في الجي بي اس. والبصمه شغاله بشكل سريع وبشكل دقيق، يعني دايما بتتعرف على صباعي من اول مره، وطبعا موجود هنا ميزه الفتح من خلال التعرف على تفاصيل الوش. وفي نقطه اخيره عايز اتكلم عنها، وهي ان الموبايل هنا مقاوم لرذاذ الماء، يعني لو الدنيا مطرت او الجهاز ده وقع من ايدك بالغلط في ميه مثلا، ففي الحالتين سواء في المطر او لو وقع منك في الميه بالغلط وطلعته بشكل سريع بنسبه كبيره جدا مش هيحصل حاجه للجهاز، ودي نقطه كويسه جدا بالنسبه للموبايل في الفئه المتوسطه. طيب انا كده نقلت لكم تجربتي بشكل كامل مع الموبايل هنا، وانا عايز اقول لكم ان انا قاعد قدام الكاميرا وكل شويه قاعد اعمل كده عشان اشوف الانعكاسات الرهيبه، رغم ان انا ما احبش اصلا بلاستيك، بس والله بدات احبه بعد تافه اول موضوع ده. طيب خلونا نرجع للاسئله اللي اتسالت في اول الفيديو، وكان اول سؤال هل الفرق بين الريلمي 5 برو والريلمي 5 العادي فرق كبير؟ الاجابه انه اه الفرق كبير، الفرق بيبدا من الشاشه سواء في السطوع بتاعها او حتى في الدقه، وبيكمل معانا للمعالج القوي اللي موجود هنا والاداء السلس بشكل عام، وفرق كمان واضح جدا في الكاميرات سواء الخلفيه او الاماميه، الفرق ده بيكمل معانا في الاخر لنظام الشحن السريع اللي موجود هنا الفوك مع منفذ تايب سي او منفذ الشحن الخاص اللي موجود هنا في الجهاز. طيب هل الفروق دي بتستاهل فرق الفلوس اللي بين الجهاز ده والجهاز الاصغر؟ الاجابه بكل تاكيد، ودي مش من المرات الكتير اللي انا برشح فيها النسخه البرو، انه اه لو معاك فرق فلوس بالتاكيد كمل وهات النسخه دي، لانك هتاخد فرق اكبر بكتير جدا من الفلوس اللي بينهم. وبالتاكيد بعد كل اللي انا قلته ده ممكن اجاوب على السؤال التاني بسهوله، ان هو الجهاز ده مقارنه مع موبايلات الشركه الام اللي هي اوبو
جهاز ده فعلا بيقدم قيمة عالية جدا مقارنة مع الأجهزة اللي موجودة هناك. خلينا نيجي للسؤال الأهم، وهو الموبايل ده وضعه عامل ازاي من المنافسة في السوق مقارنة مع الموبايلات اللي موجودة من شركات تانية؟ خليني اقولك ان الزباين اللي موجودة في السوق نوعين، في نوع بيجري ورا اسم الشركة الكبير بغض النظر عن السبيكس او المواصفات عاملة ازاي، في نوع تاني بيشوف ان هو عايز قيمة مقابل سعر، بيحاول ياخد اعلى حاجة ممكنة باقل سعر ممكن. ريلمي من الشركات اللي بتحاول تقدم المعادلة الصعبة جدا دي، بس زي ما قلت في الفيديو اللي فات شاومي سعرت تسعير ممتاز جدا، فريلمي فرصة قدامكم، سعر الموبايل ده بسعر ممتاز وانا متأكد ان هو هياخد جزء كبير جدا من التورتة بتاعت السوق، فمستني تسعيركم ومتأكد ان هو هيكون منافس جدا. وبس دي كانت كل حاجة في الفيديو ده، بس صدقني لسه في اكتر بكتير جدا في الفيديوهات الجاية، لان لسه في موبايلات كتير جدا في الفئة المتوسطة نازلة في الفترة الجاية، وقتها نقدر نحدد بالظبط موقع كل واحد في المنافسة عاملة ازاي، وقتها هساعدك عشان تقرر تشتري مين وما تشتريش مين. فخليك متأكد انك مشترك في القناة، وممكن تتابعني على فيسبوك وانستجرام من خلال اللينكات الموجودة تحت في الديسكريبشن. وكالعادة انا احمد مدحت، واستنوني الفيديو الجاي.